يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من المصلحة عدم ذكر بعض المسائل الخلافية بين العلماء؟ نعم. يقول هل من المصلحة عدم ذكر بعض المسائل الخلافية بين العلماء عند عامة الناس، كمسألة اختلاف العلماء في وجوب صلاة الجماعة أو غيرها من المسائل؟ نعم، ذكر الخلاف بين العلماء من باب البحث بين العلماء وطلبة العلم لا بأس به لأجل التوصل إلى الحق، أما ذكره للعوام هذا ما يجوز، لأنه يعني يصبح مما يحيرهم أو يضعف الأمر عندهم ويلخبط عليهم أمرهم، فلا يجوز ذكر الخلاف عند العوام، خصوصا في الإذاعة والتلفاز الذي ينتشر على الناس لا يذكر الخلاف، إنما المسؤول يجيب بالذي يراه هو الصحيح أو هو الراجح ويترك الخلاف، لأن هذا يشوش على الناس. نعم.